ان الحسوني راه هو الديستريبيتور ديال الفرقه. انت شديتي الديستريبيتور كما كنقولوا حنا اللي كيلعب 10 ديال الفرقه، شديتي لعبتي افون سونتر الحكم يعني قتلتي هذاك الموزع ديال الفرقه. قتلتي انت عندك افون سونتر وخير انت عندك. لا هو عندك افون سونتر الخير. خلي حسون انت عندك ديجا عندك افون لعبوا ايلي. علاش لعبتي لعبوا ايلي هذاك جايبينو؟ شكون هو اللي لعبتي؟ شكون هو الافون سونتر اللي لعبتي؟ سميتو جونيور. لا تا لامكل الطريقه اللي تم تقديم بها. خليني هذاك جاي كايلي ماشي ديدي. لا ديدي هذا لا ديدي تا هو جاي تقديم اللي جاي بها هو اتاكو اون بوينت. اتاكو اون بوينت ولكن اليوم او جوج ماتشات او ثلاثه ماتشات هم اللي بدا تبين باللي اللاعب ايلي. ما نبقاش نعلقوا وهنا غادي نرجعوا ثاني وغادي نقولوا بان هذا نبقاو ندوي على حاجه اللي غنبقاو نبحثوا على شي حاجه اللي ما كاينه. شكون اللي جابوه؟ شكون اللي داير؟ لا انا ما كنسولش على شكون اللي جابوه هشام. انا كنقول لك تم التقديم ديالو كوم اتاكو اتاكو اون بوينت مزيان. اليوم ما تلقاوش حتى وانت كتبان لك دابا الوداد مثلا في ظل تواجد الا ما احتاجينش اسيدي ايلي. الله يرحم لك الوالدين. تفضل يا زكريا. دابا حنا غنمشيو كوم ديال ريكريتمون ديال لي جوار. مثلا انا خاصني اتاكو اون بوينت. قلتي اللاعب قدموا على اتاكو اون بوينت، محتاجيت انا اللاعب ايلي بحال لاطاك بلاصه يكون ايلي اريير ايلي دروا اتاكو اون بوينت وايلي غوش. هاد اللاعب اللي قلتي دابا هو كيلعب اتاكو اون بوينت. اليوم شفنا ايلي، شنو هو المعايير اللي شي قرا المدرب وشاف انه هذاك اللاعب خاصو يكون تما رابيد ماشي رابيد، تكنيسيان ماشي تكنيسيان، حتى شي حاجه ما عنده تما باش غيلعب في هذاك المكان. ولابيل ما كدارش. عطي لابيل اتاكون كيف ما كان لو بوز ديالو في خط الهجوم كيكونوا لي زابيل لا في الانترفال لا في البروفوندور. شو واقف بلاصتو كدير لا روميز ما كيديرهاش. شحال من دوزيام بال جات في الوداد في الاول حتى شي وحده ما تم الاستغلال ديالها، مع العلم انك لاعب مع واحد لا ديفونس اللي كانت شبعانه ديشي في الاول.